هذا المؤتمر مؤتمر سنوي تقوم به مؤسسة حمد الطبية. المؤتمر هذا المؤتمر الرابع لأمراض الباطنة. هذه ثاني مرة تحت مشاركة الجمعية الأمريكية للطب الباطني. معنا 10 من الجمعية الأمريكية للطب الباطنة، منهم رئيس الجمعية والمساعدين تاعه. حيكون الهدف من المؤتمر هي تقديم ورفع مستوى الكفاءة الطبية بجميع أنواعها، سواء كان من أطباء أو تمريض أو مساعدين تمريض، لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين القطريين وللمقيمين في دولة قطر في العموم. إحنا نسميه إنجاز إنه إحنا قدرنا ننجز المؤتمر للمرة الرابعة على التوالي تحت إشراف كامل من مؤسسة حمد الطبية، وبالأخص قسم الباطني في مستشفى حمد، بالإشراك مع إدارة التعليم الطبي. والمميز هذه السنة إشراك من الجمعية الأمريكية للطب الباطني، فهيكون جدا مميز المؤتمر هذا العام. في محاضرات وفي سلسلة تقديم الأبحاث، في المعرض البوسترز، أكثر من 50 بوستر حصلنا عليه هاي السنة. كما المنافسة اللي هتقام ضمن الأطباء المقيمين، عندنا 5 فرق، 2 منهم من عمان، من سلطنة عمان، و3 فرق من دولة قطر.